إنها البدايات لهؤلاء. كان السبق، كانوا النواة الأولى في معادلة الكرة والثورة. في سنة 57 برز الفريق النواة الأولى لفريق جيش التحرير الوطني في دورة كروية بالمغرب بتونس كانت تحمل اسم جميلة بوحيرن. حضرتها 4 بلدان عربية اللي هي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر. فريق جيش التحرير الوطني خدا البطولة، كأس والبطولة. كان فيها أربع لاعبين يلعبوا في حمام الليف، واللي هما زرا وكريمو ودودو من عنابة ولاعب آخر، ومجموعة من الطلبة ومجموعة من الجنود كانوا في الحدود التونسية الجزائرية. يعني جبهة التحرير الوطني عملت على أنها يكون هذا الرياضة وسيلة من وسائل لتعريب القضية الجزائرية. بعدها مباشرة قررت جبهة التحرير الوطني إرسال هذا الفريق إلى كل البلدان العربية. راحوا على متن حافلة في بداية الأمر إلى ليبيا، استقبلهم الملك إدريس السنوسي، الأردن استقبلهم الملك حسين وداوهم وزاروا أول مرة القدس في ذلك الوقت، وكان أول وفد عربي يزور القدس بعد احتلالها في سنة 48. لما عادوا هذا الفريق عاد، يعني هذه التركيبة البشرية بقيادة أحد الرياضيين كان يلعب في مولودية قسنطينة وشباب قسنطينة في 48، وعضو في الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء، أسندت إليه هذه المهمة اللي هو صالح سعيدو. مجموعة شبان يحملون القضية في قلوبهم ويلبسون العلم بتوليفة من مختلف ربوع الوطن وسفراء من طراز خاص. تجدهم من كل ربوع الوطن، يعني من كل ربوع الوطن، وهذا الفريق في الحقيقة كاين منهم اللي بقوا أحياء حتى وقيل لي أنهم لا زال شخص أو اثنين أحياء، واحد في العلمة وواحد هنا في لابوانت بيسكاب، وراني نبحث عليه يعني عليهم ممكن من آخر هذا الفريق. لو تسمح لي فقط أذكر أعضاء الفريق الذين كانوا ينتمون لفريق جيش التحرير الوطني. في حراسة المرمى دودو، علي دودو، نمير شبلي وكحلاوي. في الدفاع سلامي العمري، مصطفى تيتي، الاخضر لاك، مصطفى بسطنجي، الازهر بولحبال، سعدي عبد القادر، غريب عبد الرحمن اللي هو كان في الوداديه في فرنسا. في الوسط في الوسط الميدان جبراني عمار، يقال انه كان حارس للشهيد عميروش، والساسي بن عطيه، عبد الرحمن شوشان، شرية الأزهاري، بن سعيد محمد. وفي الهجوم عبد القادر البليدي، عمر القالمي، نور الدين القالمي، مسعود دياب، زرار عبد القادر، ربيح عبد الكريم اللي هو المعروف بكريمو كان في اتحاد العاصمة، غريب عبد الرحمن ومساوي، المدرب صالح سعيدو، والكاتب واحد اسمه زيور. والمرافقين لهذا الفريق هما السفير أحمد معاش الذي كان سفير فيما بعد، وبن دادة حمودي، وأيوب السماوي. طبعا هذه الذكريات التي أخذناها من مؤسس الفريق نفسه قبل وفاته في سنة 85. استراتيجية وتخطيط قادة الثورة منحهم اعتماد فريق يمثل الجزائر كوطن وقضية وثورة بعد مؤتمر الصومال. طبعا كانت هي فكرة حكيمة من جبهة التخطيط، يعني حتى ربما هذه جات حتى ممكن في مؤتمر الصمام لفتح المجال للشباب، لأن الشباب في 56 دخلوا الثورة والعمال دخلوا كذلك الثورة وغيرها، وهو ما يؤدي إلى أن الشباب لعبوا دور كبير وعرفوا بالقضية الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية بواسطة كرة القدم. هي إحدى الصحائف المخبأة من موسوعة تاريخنا وموروثنا الكبير، وتكريم لتلك الأسماء التي كان لها شرف البدايات. يمكن أن نكرم هذه الأسماء، ويمكن أن نجعل بينهم وبين فريق جيش التحرير الوطني وفريق جبهة التحرير الوطني عملية التواصل والتكامل من أجل جمع كافة اللاعبين ومحاولة تكريمهم في كل المناسبات، وهذا شرف عظيم لنا ولثورتنا. وحتى نكون منصفين، يجب أن لا نترك أي واحد قام بواجبه في هذه الثورة.
رحم الله شهداءنا.